بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك سيدتي في هذا اللقاء الجديد نتكلم به عن رعاية البشرة ليلا. عنوان غريب، هو الليل البشرة بدها عناية؟ طب احنا بالليل نايمين، احنا فاضيين نعمل كريمات للبشرة، هو ايش اللي بيصير في البشرة مساء او ليلا؟ يعني أستحضر الآن صراحة الشجرة الموجودة بالخارج. هذه الشجرة وهي كائن حي تتعرض هذه الشجرة الغلبانة إلى كل عوامل البيئة المختلفة، تارة شمس وتارة مطر وتلوث بيئي غير طبيعي، وهي في العراء. وهكذا البشرة تتعرض منذ ساعات الصباح الأولى إلى كل وسائل التلوث المختلفة، سواء كنت سيدتي ربة منزل أم كنت امرأة عاملة، فكلا الاحتمالين فيهم تعرض لوسائل مختلفة من التلوث البيئي، وفيهم تعرض أيضا لدرجات حرارة مرتفعة، سواء من ربة المنزل من الغاز ومن الفرن، أما السيدة العاملة من الشمس ومن مشاكل الشمس. وتتوالى الأعراض شيئا فشيء، من أشعات فوق بنفسجية ومن مكياج ومن أضرار كثيرة ومن تلوث كما ذكرت بيئي وتلوث الهواء، وهناك العديد من المواد الكيميائية قد تكون ضارة حسب مهنة وطبيعة كل إنسان. ويأتي المساء، يجب هنا أن نحل هذه المشكلة وأن نزيل هذه التلوثات جميعها، وأن نريح البشرة حتى تستعد ليوم جديد. إذن أصبح من أهم لحظات ومواعيد رعاية البشرة هو المساء وليس أي وقت آخر. ليس هذا فقط، من أرادت أن تستخدم وصفة تقيها من الشمس وحرارة الشمس تستخدم هذه الوصفة ليلا أو فجرا أفضل من قبل الذهاب إلى العمل مثلا بنصف ساعة أو ساعة أو ساعتين كما يقال، وسوف نذكر لماذا. إذن رعاية البشرة ليلا أصبح من أهم العادات التي يجب أن تتبع ونعلمها للفتيات، حتى إن شاء الله حين يصبحن أمهات لا يعانين مطلقا من أي مشكلة تخص مين؟ تخص البشرة. ولعل من أهم ما تعانيها السيدة من تجاعيد وهالات سوداء ودكانة في البشرة وعدم صفاء البشرة وجفاف البشرة هو عدم رعايتها للبشرة مساء. تكتفي بإزالة المكياج، تكتفي بغسل الوجه بشكل سطحي، ولكن تهمل العمق لهذا البشرة، وبالتالي التراكمات هي التي تصنع المشاكل. من أهم الوصفات وأبسطها منزليا حتى نساعد على إعادة ترميم لهذه البشرة مساء هو استخدام ماء الورد الطبيعي. الماء الورد هذا الصنف البسيط رخيص الثمن، بإمكاننا أن نستخدمه كغسول للوجه بشكل رائع جدا.
كذلك من الوصفات الهامة لدينا وصفة زيت الزيتون، وأعتقد شاهدتم الفيديو الذي شرحت فيه بالتفصيل كيف نصنع هذا الكريم من زيت الزيتون مع إضافة جوز الهند وإضافة الجوجوبا وإضافة الحليب اللوز المر، وذكرنا أنه بإمكاننا نستخدم العسل كوسط حتى نصنع منه هذا الكريم، ونضيف عليه إن توفر لدينا شمع العسل فنضيف له شمع العسل، إن توفر لدينا فنزيد من القيمة الصحية له، وإن توفر لنا البروبوليس نضيفه أيضا فيضيف أيضا فائدة عظمى لهذا الكريم. كريم زيت الزيتون بإمكاننا نتحكم كما ذكرت في القوام تبعه من خلال إضافة كمية العسل المضافة لهذا الكريم أو لحمام الزيت كما يقال، وبالتالي يستطيع أن يخترق طبقات الجلد المختلفة. وهذا الكريم قد يغنينا عن عشرات من أنواع الكريمات، لأنه فيه مضادات الأكسدة، فيه الفيتامين دال، فيه الفيتامين هاء، فيه الفيتامين ألف، ويسمح بالتقشر الطبيعي للبشرة. وكما ذكرت دوما وكما أذكر دوما أن التقشير الطبيعي هو المطلوب وليس التقشير بالمواد الكيميائية الذي يزيل معه طبقات أنا في حاجة لها وليس فقط الخلايا الهالكة. بالطبع هذا الكلام يكون إيش؟ مساء ليلا، ويجب أن نأخذ قسط وافر من النوم ليلا، هذا شرط. القصة ليست قصة كريم فقط، عدم النوم ليلا هو هلاك للبشرة، حتى لو حطينا كريم زيت الزيتون اللي أصفه بأنه كريم رائع جدا، تمام، وسهرنا طوال الليل ونمنا طوال الصباح، هذا هلاك للبشرة. هذه هي الهالات السوداء، هكذا تظهر الهالات السوداء، ونقول استخدمنا واستخدمنا واستخدمنا، لكن أهم شيء يجب أن نراعي الساعة البيولوجية للجسم، نراعي أجسادنا كيف مبنية، مبنية على أساس النوم مساء والعمل صباحا وليس العكس. إذن هذه أمور يجب أن تكون في قناعتنا قبل اللجوء لأي كريم ولأي غسول ولأي شيء آخر. إذا كانت البشرة مرهقة وتعاني ما تعانيه من بثور والتهابات، فننصح قبل استخدام كريم الزيتون زيت الزيتون ننصح بغسول في منقوع الريحان. الريحان من أروع النباتات المطهرة للبشرة أيضا، ونغلي الريحان ونأخذ هذا المنقوع ونمسح به البشرة. ومن أرادت أن تقي نفسها من هذه الالتهابات وهذه البثور وتحافظ على رونق دائم، وحين أتكلم على رونق دائم أقصد هنا عدم وجود شيخوخة مبكرة، ماذا تفعل؟ بعد استخدام كريم زيت الزيتون ليلا ماذا تفعل؟ بعد استخدام زيت كريم الزيتون ليلا عليها صباحا أن إيش؟ تغسل وجهها بالماء والصابون، عليها أن تستخدم منقوع الريحان، تمام؟ من مثلا ليس لديها ريحان، أو في بعض الدول غير متوفر الريحان، ماذا تفعل؟ لدينا أيضا وصفة جميلة وبسيطة، كل البلاد متوفر فيها الخيار. الخيار نصحى الصبح طبعا بعد ما نكون بالليل نايمين كويس وحطين مسبقا كريم زيت الزيتون، بنصحى الصبح بنغسل وجهنا بالماء والصابون، وخيارة كده نمسح فيها البشرة، الخيار مرطب جميل جدا،
محافظ لدرجة الحموضة وفي البشرة 5.5، وبالتالي جيد أن يمسح هذا الخيار بالبشرة. وهكذا سيدتي نضمن إن شاء الله أن تكون بشرتنا دائمة النضارة ليلا نهارا فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.